الاهلي يهزم المصري 2-1 بعد مباراه عصيبه. كابتن شريف الف مبروك. الف مبروك كابتن. فوز صعب جدا. فوز صعب يعني من لعبه من ناحيه اليمين وحيده صح اتلعبت تاني تايم. جبنا هدف الفوز الحقيقه. ف ضغط تغييرات حاجات كتير قوي يا كابتن ايمن. كان في الشوط الثاني كان لازم نبتدي كده يا كابتن ايمن في المباراه. انت لازم تلعب مستوى الاول بتاعك المباراه اللي هي خارج مصر دي والملاعب اللي في اسكندريه والاجواء والسفر والحاجات دي. انت لازم تعتمد على جميع الخبرات اللي موجوده عندك بجميع اللياقه اللي موجوده البدنيه عندك. لعيب زي ديانج ده استحاله استغنى عنه. يعني احنا ما لناش ان احنا نتكلم في تشكيلات, ما لناش ان احنا نتكلم في, بس الواضح دلوقتي ان في كل مره ان الحته في نص الملعب دي مش ثغره, انما تحمل كتير قوي على اكرم توفيق وعلى السوليه بهذا الشكل. السوليه عايز يلعب حتى كوره, عايز ينقل كوره ناحيه اليمين, عايز ينقل كوره ناحيه الشمال. راجل بلاي ميكر في نفس الوقت, قفشه موجود على الاطراف, مش موجود على الاطراف, في حالته مش في حالته. لازم يبقى فيه تعاون قلنا شامل من اللعيبه مع بعض. فانا النهارده كان جهاز فني الحقيقه انا لازم اساعد اللعيبه دي في الحاله الاجهاد اللي احنا مجتمعين كلنا عليها. صحيح. ما في لعيبه تقدر يعني ولد زي الجديد ده احمد نبيل كوكا عشان يستحمل كل ده. يعني كتر خيره انه بيلعب بالهدوء ده. مزبوط. انما هتلاقي فيه ميستيك, هتلاقي فيه اخطاء. طبعا. هتعمل ايه طيب؟ قلنا اللعيبه تقرب لبعض, ما اللعيبه عشان تقرب لبعض لازم كل كوره بتترد من الديفنس بتاعك تلاقي احمر احمر احمر. مزبوط. مش موجود غير اتنين مطلوب منهم كل شيء في الملعب. فلازم الجهاز الفني يراعي ده. يكون نتيجه الاجهاد يا كابتن؟ اكيد في اجهاد, واكيد ان انا مش حابب النهارده بلعب من 48 ساعه نفس التشكيل ده. نزل بنفس التشكيل. أيه. ما كان عنده فرصه, شاف من الماتش اللي فات ان في حاجات ناحيه اليمين وناحيه الشمال فيها تغييرات. طب ما تغير دول. طب ما بالادهى ان انا اغير حسين الشحات واغير كوكا وغير كهربا. بالادهى ان انا انزل فيه ناس عندها عنصر, اخد الماكسيمم منهم واخد بعد كده عايز تدي كهربا في وقت انت محتاج تجيب جول جنب محمد شريف. أي. مش هغير كهربا بمحمد شريف. كويس. واعمل دعم هجومي ليا انا النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده ما يبقاش عليه 12 كورنر واستحواذ 59 61 41. في طموح لفرقه المصري عندها كل شيء, انما انا ما اشوفش شديد قناوي بيلعب هاف ليفت عليا. ليه؟ لان انا ما عنديش خالص طفره في ناحيه اليمين تقدر تعمل حاجه هجوميه. انا بالكاد احمد رفعت لاغيلي لوحده ناحيه اليمين عندي. فانا الشكل الفني وانا بتفرج لازم اعمل اعذار للعيبه بتاعتي احلها بقى. أي. انت بتحلها بس بتحلها واحنا بنتكلم هنا. انت لازم تنزل في الشوط الثاني متغير ناحيه اليمين ومتغير ناحيه الشمال بتغييرات معينه وتنزل ده بكرات ورد. النهارده حصل تغيير, الراجل خارج وبينزل صلاح محسن عشان يشد الفرقه. أي. هو ما هو بالأدى صلاح محسن ينزل مش مروان محسن. كويس. يعني في حاجات انت بتشوفها كده بتتوهم ان دي هتنقذك او هتشيلك, انما لا, لازم يبقى في فاكس, لازم في حقائق, لازم في شواهد في المباريات اللي قبلها. أي. يعني عايز تريح لعيبه, انت ايدك في الميه, ايدك في النار, كل حاجه. بس احنا كمان احنا بنتفرج ان انت عندك نوعيه لعيبه من الفرديات ومن الحرفيه ان هي تقدر تلعب كوره على اي فرقه بتلعبها انت ما يبقاش فيك الاستحواذ ده عليك. أيه. انت بباص سليم واحد رحت للجول. كويس. باص اثنين ثلاثه لولا التنفيذ بتاع طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر شاب صغير لسه عنده من القوه, عنده خد منه الماكسيمم بتاعه اديله. دخل فرقه, عظم الفراوده بتاعتك. ما تبقاش انت على الكره العاليه اللي بتزعلق عشان محمد شريف. ما نبقاش احنا بقينا عاملين زي الاهلي الانجليزي بنلعب الكره الطويله دلوقتي اللي هي بتضرب اي ديفنس, وعايزين ان احنا بالاشتراكات نبقى احنا والجول زي الماتش اللي قبله. لا, النادي الاهلي طول عمره خليه بتطلع بتنقل كوره اطراف عندنا غيابات في الاطراف, انما طول ما احنا بنلعب بنقول الاهلي بما حضر. كسبنا نادي الزمالك بالاهلي بما حضر. ايه الجيم اللي انت عملته قدام نادي الزمالك ده؟ فين هو؟ كويس. لازم يعني انت مش فجاه بتتسلب, مش فجاه, لا. لازم انا اول مره اتكلم يعني بالكلام ده لان انا عندي الحلول على الدكه. انا قلت لك انا فرقه, عندي فرقه قاعده بره على الدكه. فلازم يبقى في ثقه في اللعيبه دي. ومفيش اي حاجه, مفيش اي مانع ان انت كهربا النهارده مش قادر, ما هو ما يلعبش الماتش الجاي, يلعب اخر تلت ساعه. انت اللي تقدر تجيب كهربا. انت اللي تقدر تدخله في الحاله. انت اللي تخلي حسين الشحات النهارده اداك ماتش واثنين وجاب جولين, تريحه وتاخد منه الماكسيمم في ال 20 دقيقه او 30 دقيقه. هتلاقيه بيلعب باك رايت ويطلع بيغذيك في ناحيه اليمين ويغذيك كل حاجه. ف الشكل اللي احنا شفناه النهارده دي ياما لعبنا ماتشات وضغطنا يعني, بس بانك انت بتفتح نص الملعب لفريق الخصم بهذا الشكل ما ينفعش يا كابتن ايمن. ما ينفعش. احنا النهارده قاعدين عايزين
نلعب على حرفيه عفشه ازاي بيستلم الكره وازاي يبعت الكره لحد تاني، بس احنا بعيد قوي عن بعض كمان. فاعتقد ان الجهاز الفني يبقى عنده لعيبه تقدر تديله الاحقيه من اول مباراه، تقدر تديله السط، تقدر تديله الاستحواذ، واللي يلعب معاك انت ما يلعبش معاك بالشكل ده، يبقى شايف قوتك فين، شايف الدنيا فين، وعندك البدائل. احنا قلنا الاهلي بيحضر لعيبه كلها شبه بعض، بس انت تبقى حاطط ليك قواعد في الملعب ما اشوفش المنظر ده تاني يعني. وجود لك والحمد لله انها عدت على كده. ومن يعني كذا حد هنتكلم بعد كده في الماتش، كان النهارده واحد زي الشناوي برده بيديك الثقه بديه. انا عايز قائد يا كابتن ايمن في الملعب يديني الاحساس، يديني انما الحكايه مش انا عشان يتهجم عليا او حصل استحواذ على نص ملعبي، انا راجل بدافع بس، او الكوره بالعرضيه دي على طول لازم انا اقول كل شويه اقول يعني لا هارد لك مش عارف ايه فلان يمسك، وبعدين ترجع تقول لي ربيعه وسعد سمير ها وتشوف الاخطاء بتاعتهم شكلها ايه. لا، ما هو الضغط اللي على طول ده لازم هيسبب اخطاء. فان شاء الله الماتشات الجايه اقوى ما عندنا، اللعيبه كلها تركز بقى كمان في الحاله البدنيه، رمضان يعدي على خير كده، واللعيبه برده احنا عندنا والكورونا وكل حاجه قبل الاجهاد وكده، بس برده اللعيبه لازم تحس باللي حصل النهارده، دي فايده كبيره قوي اللي حصلت دي، لازم تحس انها ممكن تتعرض للكلام ده. انا قلت لنفسي لو الاهلي عدى النهارده ان شاء الله من المباراه دي وكسب، انا بقوله مبروك ان شاء الله، مبروك ان شاء الله الدوري العام باذن الله. ليه؟ لان في حاجات علامات كده بتجيلك انك انت النهارده في عز ما انت في ضغط عليك وكلام انت برضو متماسك، وتقدر تروح للجول، بتقدر تعمل شكل، عندك من فرديات، عندك من التغييرات اللي احنا ناخدها، مش عايز اعيد كلامي، في المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.